كيف تأثر نظام الرعاية الصحية في العراق بعد العام 2003 بالغزو الأمريكي والفساد الحكومي؟ ولماذا تهاوت الخدمات الصحية في العراق الجديد بعد أن كانت من أفضل الخدمات التي تقدم في دول المنطقة؟ وما هي الدوافع وراء استهداف المؤسسات الصحية وطواقمها بالاغتيالات والخطف المسلح والابتزاز؟ هذا ما سنبحثه في الحلقة القادمة من برنامج طاولة حوار.